تجربة بسيطة جدا يعني، بس شوف شوف مدى الثقافة العربية. في إحدى المراكز البحثية جابوا محفظة نقود، حطوا فيها مجموعة من النقود في 12 موقع في اليابان، مترو، موقف سيارات، موقف شوفوا من باصات، يرجعها. في المطعم. رموا المحفظة فيها مبالغ تقريبا 3000 ين ياباني، طيب، وابتعدوا عن المحفظة. في 12 موقع نفس النتيجة بالضبط. ما هي النتيجة؟ يأتي شخص ياباني مع أب أم مع يشوفون المحفظة، يمسك المحفظة، يرفع صوته، يلتف 180 درجة، واو يبحث عن صاحبها، يقف لمدة المتوسط تقريبا ما 5 دقائق، يا ربي تكفون يا شباب. رافع المحفظة. ما هي النهاية؟ المحفظة تنتهي في مركز الشرطة. يا رب. 12 موقع في أوساكا، في هيروشيما، في ساساكا، في طوكيو، في أكثر عن مدينة بنفس، شوف شوف القيم المشتركة نسميها. نفس التجربة في دولة عربية موجودة عندنا. 12 واحد من الشباب مضيع محفظته في دولة ما إلى الأمام. 12 موقع أخذ نفس المواقع اللي أخذوها في اليابان أخذت في تلك الدول العربية. طيب، نفس النتيجة، المحفظة توضع دقيقتين المحفظة مختفية. في مرة من المرات من اللقطات الموجودة مسكوا واحد، طيب، عند أخذ المحفظة، بعد ما مشى حط المحفظة في جيبه، مسكوه، يا أخي بس ترى هذه تجربة، لو سمحت ولو سمحت رجع لي. والله بالنبي بتاعتي، والله تخيل هالدرجة. يا الله، قيمة مشتركة نسميها. 12 النتيجة، 12 موقع في تلك الدول العربية المحفظة اختفت والمغنفة اختفت.